على ذكر الأرواح الجميلة والنفوس الجميلة، هرجعك تاني لأحمد الحجار اللي أنت قلت لي إن في قصيدة يعني في ديوان شبرا مصر. هي تجربة أنا هي عملنا منهم 5 أغاني كويس، وخمس أغاني أنا أديته ديوان شبرا مصر، قلت له نقي شخصيات شبرا مصر كلها أنا شخصيات عارفها. بس هو أنا عايز يعني قبل ما نوصل للأغاني أنا عايزك تحكي لي عن بنتك اللي اقترحت عليك بنت ديوان شبرا مصر. آية بنتي أنا كنت كاتب قصيدة اسمها مرزوقة عن بنت شغالة كويس، فانا بسمعها لها، انا كنت واصف البنت ولابسه ازاي ومش عارف ايه وبتاع كويس، وطبعا انا سيناريست في الكاركتر بروفايل ده بالنسبه لي طبعا. شيء، فهي قالت لها بابا انت بترسم الشخصيه حلوه قوي، انت ما بتعملش ليه ديوان عن الشخصيات اللي انت قابلتها يا حبيبتي يا ايه ربنا يخليك والله. فابتديت استعيد ذكريات شبرا، اكتشفت ان شخصيات كنت شايفها بعين الطفوله لما كبرت شفتها بحاجه تانية خالص، طريقه اخرى. طنط اولجا اللي كانت ما بتخلفش وعندها كلبه بتعتبرها بنتها وبتشتمها وبتفعل، كنا طنط اولجا المجنونه. فلما كبرت لا عاقله جدا جدا بالعكس جداً. هي شايفها بنتها فلما كبرت يعني كتبت عن طنط اولجا وكتبت عن عم توما وكتبت عن شخصيات، فمن ضمن هذه الشخصيات فانا بعت الديوان لاحمد الله يرحمه قلت له نقي منهم مثلا خالي علي كاتب ديوان قصيده عن خالي كويس، فمن ضمن هذه الشخصيات راجل كان اسمه محمد سعيد حسنين. محمد سعيد حسنين هذا الرجل كان انا طالب في كليه الطب، فهو بيشتغل ادارجي في معمل الباثولوجي بتاعنا اللي بنشوف فيه العينات قبل الامتحان كويس، فاحنا ما بنحضرش طول السنه، فبيجي مثلا عندنا 300 عينه يحصلهم لنا في 50 بالليل، نروح الساعه 3 الصبح نتفرج هيجي منهم 7 يا الله خلاص كويس. وطبعا بنديله فلوس وبتاع طبعا. وبيشتغل الصبح في مصلحة الدمغة والموازين. هذا رجل نعرفه بقى ايام الامتحانات ده معاه كل يوم، رجل موظف غلبان كده على قده يعني كويس، بيشتغل بالليل وبيشتغل بالنهار وبتاع. فانا بفتح الجرنان بعد الامتحانات وبتاعه كده لقيت حادثة قطر والراجل ده من ضمن الضحايا، فكتبت له قصيدة اسمها محمد سعيد حسنين. طيب دي كانت احمد الحجار كان لحنها لحن عظيم. عندي سؤال اتفضل. عندي سؤال الخمس اغاني دول اللي عملهم اللي لحنهم احمد الحجار من هذا الديوان موجودين عندك؟ موجودين عندي طبعا، يعني انما ما تنفذوش؟ لا ما تنفذوش لسه خالص، وكان عندي تجربه كده نفسي علي الحجار طبعا يغني. لا انا كنت عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. علي الحجار بيدور على اي اغاني كان ملحنها احمد، ما هو عند علي راحوا وديتهم عند علي، بس احنا كنا انا نفسي كنت اعمل تجربه ان الاغاني دي مع الاغاني، هو عمل لي غنوه لاحمد سعد وعمل لي طبعا يعني ايه كلمه وطن وعمل لي لازم اغني، انهم يتجمعوا ونعمل شريط وانا بهدي لعيله احمد الحجار. طبعا دي كانت وجهه النظر يعني. ايوه لانه عمل دول اخر 5 أغاني عملهم. صحيح ودول تجربه يعني تجربه مهمه يعني ومنهم غنوا عن فاتن حمامه ومنهم يعني حاجات كده خاصه قوي. جميل. فانا بقول محمد سعيد حسنين مولود سنه 50 وعنده كرش خفيف وارفع ما فيه رجلين، نضاره رابط دراعها ولازقها من الجنبين، كاتب عموم مصلحة الدمغ والموازين وإدارج معمل باثولوجي بشوفه كل يومين. عنوان لحادثة قطر مكتوبة في الجرانين: العامل المسطول ساب مزلقان مفتوح فمات غلابة أقول حوالي يجي 70، من بين أسامي الضحايا اسمه رقم 30. لقيتني بسرح وأفكر هو الراجل ده مين، تاريخه واضح وباين وما تخطئوش العين. 3000 تذكرة أتوبيس على طرمان، 3 دسات براطيل قمصان نقول 20، و1000 بيضة يجوز وفول كمان شوالين، ولحمة نادر قوي في الوقفة والعيدين، وشاي وقهوة وحلبة ومغات سبوع ولدين، مسرح وسيمة كمان، ومراته مرة جات له مكافأة خد المدام بلطين، وشربوا سوبيا وضحكوا من قلبهم ليومين، ما هو كل حاجة عزيزة إلا الهموم ملايين،
قصة حياة البشر متلخصة في سطرين: محمد سعيد حسنين مولود سنة 50 ومات في حادثة قطر من المنيا للتبين. يا سلام يا سلام.